مرحبا حبايب، مرحبا حبايب. اليوم طبقنا هو كما تشوفون كبدة دجاج، سلقناها تبعنا ميتها، هذا نحمصها بالزيت. وعندنا هنا البصل المفروم والفلفل الأخضر الحاد، فلهذا استعملت كمية كلش قليلة، والثوم وسم الثوم، وراح نضيف لها الملح والفلفل الأسود أيضا. بعد ما قطنا البصل والفلفل الأخضر نضيف الثوم أيضا، شوية ملح، والفلفل الأسود طبعا حسب ما أنتم تحبون. وشوية نص النار أو نخفف النار عليها إلى أن يستوي البصل معها، ونعود لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم، وهاي بعد ما استوى البصل وصار كله جاهز. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما كله انطبخ وصار جاهز للتقديم. كمية البصل انتو اللي تحبونها، اكو يحبون هواي بصل بيها، وكلها كمية قليلة. صار عندنا الان طبق جاهز للتقديم، وصح صحة وهنا. صحتكم العافية.